السلام عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح وصحه لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم، كوزينات لوتي. اليوم جبتكم كيفية تقليديه وهي تطحى اللحم بطريقه سهله وسريعه. على السريع كما عودكم، بسم الله على بركه الله، نبدا مباشره في المقادير وكيفية التحضير. هنايا عندي راس توم دونك قشرته ودرته في المهراز باش نرحيه باش نديرو الدرسة تاعي. دونك راس توم عندي حبة طماطيش، انا نحيتها زارعة وقطعتها صغيرة. حبة طماطيش اختيارية، على كل الوصفة الاصلية ما فيهاش طماطيش، انا برك حبيت نزيدها باش تكون لاصوص تاعي عقدة. ملعقة كبيرة تاع كونسونطري طوماط ولا لاصوص طوماط، ملح، بابريكا بالنسبة للتوابل، راس الحانوت، الحار، فلفل حار وشويه فلفل كحل، وعندي الحميصه بيان سور، ما كاش شتت حق الحميصه. بسم الله على بركه الله. اول مرحله دونك راح نهرس الثوم تاعي ونعاود نتلاقاو باش نكملوا الوصف. في كوكوطا دونك درت 4 ملاعق تاع الزيت، اللي عنده سمن يقلب بسم، اللي ما عندوش دونك ديروا زيت ولا الزبده كيما تحبوا. انا درت 4 ملاعق تاع زيت وقطعت اللحم تاعي الكميه كيما تحبوا، درت كميه صغيره. قطعوا اللحم تاعكم صغير، من المستحسن اللحم تاعكم يكون عنده شويه شحم وشويه عظام باش تكون البنه ما شاء الله. دونك هاولي قليت مليح اللحم تاعي على نار متوسطه. واش راح ندير؟ راح نزيد هذاك الثوم اللي درته بالمهراز مع، نزيد هذيك حبيبه تاع طوماطيش، ندير كلش على خطره، ونزيد ملعقه كبيره تاع طماطم المصبره بيان سور، ولا درتو كميه كبيره دونك ديروا حوالي ملعقه ونص تاع طماطم المصبره حسب كميه اللحم اللي راح نديرو. بيان سور نبدا في التوابل، دونك ندير نص ملعقه صغيره تاع فلفل كحل باسكو الكميه تاعي صغيره. هلا نص ملعقه صغيره تاع فلفل كحل، نص ملعقة صغيرة تاع راس الحانوت، ملعقة كبيرة تاع الكركم، عفوا بابريكا ولا الفلفل الأحمر، وربع ملعقة صغيرة تاع الفلفل الحار. على بالكم هذا النوع من الشطاطح يحبوا الحار. راح ندير حوالي ملعقة صغيرة وسي تاع الملح، اتونسيون ما تكثروش الملح باسكو على بالكم باش تطحن ما عندهاش بزاف تاع الملح، سينو راح تكون ملحة بالبزاف. دونك نخلي التوابل تاعي يتقلاو مع اللحم على غضهم، نغطي الكوكو تاعي نخليها تتقلى حوالي 10 إلى 15 دقيقة على نار قليلة. بعد ما خليت اللحم تاعي مع ليسيبي تقلى بالبيا كيما تشوفوا، خليت تقلى على غطو. واش راح ندير في هذه المرحله؟ راح نبرق بماء سخون، دونك الماء ديروا قيس ما يطيب اللحم تاعكم. اللي عنده حميصه شبخه ماشي طايبه دونك راح نديروا في هذه المرحله، اللي عنده الحميصه تاعي كيما بحالتي طايبه دونك نخليوها حتى 5 دقائق قبل ما نطفيو على الكوكوط تاعنا. نزيدو الحميصه تاعنا، وكنا راح نغلق على كوكوط نخليه يطيب توجور على نار قليله. على بالكم الماكله اللي تطيب على نار قليله توجور تكون بنينه. بعد ما طاب اللحم تاعي دونك فتحت الكوكوطه، دونك واش ندير في هذا المرحله؟ راح نزيد الحمص تاعي، غصبتو كميه الحمص بيان سور حسب كميه اللحم اللي درتو حسب كميه لاصوص اللي عندكم، 3 إلى 4 دقائق. قيس برك ما تغلي غليه وحده لاصوص تاعنا ولا الشطحه تاعنا، والحمص يجبد من البنه تاع اللحم بيان سور. طفيو على الشطحه تاعكم. في هذه المرحله تقدروا تزيدوا ثاني راس فلفل حار، عفوا اللي يحب الحار واللي ما عندوش ثاني الاولاد وسي باسكو انا نحب الحار بصح ما نقدرش ندير، عندي وليدي سينو ما راحش ياكل بيان سور. دونك هذه هي الشطحه اللحم تاعنا بالصحة والراحة.